بينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشواتفي أستاذ الإدارة والاستثمار. بعد التحية لك دكتور. إذن يعني في البداية، ما دلالة هذه الأرقام التي قلناها في مقدمة هذا الخبر فيما يتعلق بزيادة الصادرات في القطاعات الهندسية؟ تحياتي يا فندم لحضرتك والسادة المشاهدين. عندما يذكر أن هناك ارتفاع في الصادرات المصرية وبخاصة في المجال الهندسي أو مجال الصناعات، فهو يعني جهود كبيرة قد استنفذت في سبيل ذلك. تعلم سيادتك والسادة المشاهدين أن خطة الدولة وأن استراتيجية الدولة من 3 سنوات، وهو رفع التصدير ومكونات التصدير ونوعية التصدير والتوسع في مجالات التصدير في الدولة المصرية إلى ما يقرب 100 مليار دولار. وفي نفس الوقت كمان رفع السيد دولة رئيس الوزراء منذ الأسبوع الماضي إلى أن هذا الارتفاع سيصل إلى 150 مليار دولار بنهاية 2030 بارتفاع سنوي يقدر ب 15%. هذا يؤكد أن استراتيجية الدولة هنا على إحلال محل الواردات وزيادة الصادرات لتغطية العجز في الترافقات النقدية والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد القومي، والعمل على زيادة كفاءة تشغيل الصناعات المختلفة. وهذا ما ظهر من خلال التقرير الذي ذكرته سيادتك والذي أوردته وزارة التخطيط والدولة المصرية، بمعنى أن الزيادة في الصناعات الهندسية والصناعات الهندسية أعتقد هي صناعات تخليقية وليست رعية، يعني ليست زراعة أو غيره. صحيح. يعني في هذه الحالة المكون هنا المعرفي والقيمة المضافة تعد في هذه الحالة ميزة نسبية أضيفت إلى الاقتصاد الوطني. هناك نقطة أخرى وهو الصناعات الإلكترونية، بمعنى أن هناك توجه من الدولة على أن تكون الصناعات الإلكترونية أو أن تقوم الدولة بإنتاج الرقائق الإلكترونية والاستفادة بما هو موجود في داخل المجتمع المصري والعمل على تصدير الإلكترونيات، وبالتالي تكون الدولة هنا ميزة نسبية باعتبار أن المكونات الموجودة في الدولة المصرية. فضلا عن ذلك أن هناك أيضا يعكس هذا التوجه بأن هناك أيضا في مجال المكون المعرفي أو التكوين المعرفي أو التدريبي، فهناك جهود أيضا من خلال إقامة صناعات الذكاء الاصطناعي وغيرها وخلال الجهود التعليمية التي أقامت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية. أيضا في مجال الصناعات الكهربائية والكابلات الكهربائية، وهو أيضا مكون من مكونات التصدير المصرية، وهو أيضا من الصناعات المعقدة. فهذا يؤكد أن هناك الدولة المصرية النهاردة أخذت منحة جديد واعتمدت على محور جديد وهو محور التصنيع، باعتبار أن هناك وهذا استكمال لما تقوم به الدولة خلال الـ4 سنوات الماضية من خلال توطين الصناعات والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التصنيع والعمل على صناعات كثيرة مثل صناعة السيارات. وهذا الأمر أيضا يعكس كذلك أيضا قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي من خلال صادرات وتعويض ما كانت الدولة تفقده خلال السنوات الماضية، وهذا يؤكد أو يؤدي إلى علاج الخلل أو الخلل الهيكلي في الميزان التجاري ويعظم من قيمة الصادرات وبالتالي يحل محل الوارد. كل ذلك يؤكد حاجتين. الحاجة الأولى أن هناك استراتيجية متنامية تهدف إلى زيادة معدلات النمو، وهذا ما أكده أيضا صندوق النقد الدولي اللي في الأيام الثلاثة الماضية عندما أكد أن هناك إصلاحات هيكلية وجهود هيكلية وأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو تفوق 5%. كل ده بيقول لنا أن معطيات الاقتصاد الوطني إذا ما تم تشغيلها وإعادة إدارة التشغيل مرة أخرى والاستفادة بالأصول يعظم من القدرة المؤسسية وبالتالي يزيد من كفاءة الاقتصاد، وبالتالي يمكن في هذه الحالة أن نحل محل الوردات ويكون الصادرات عنوان أساسي كما فعلت الدول المتقدمة الصين واليابان. والسياسة التي تنتهجها الدولة الآن دكتور، أنت ترى أنها ستصل إلى هذا الهدف، الهدف المعلن يعني التصدير بأكثر من 100 مليار دولار أو حتى 150 مليار دولار؟ الحقيقة طبعا هناك أمال طويلة وهناك أمال معقودة على أساس الصناعات والاستراتيجيات الموجودة النهاردة داخل الدولة المصرية، على أساس أن التصنيع أصبح أساس وأن تحويل المعطيات أو الموارد الاقتصادية على أساس، ومن هنا يكون يعظم من قيمة الاقتصاد، وأن اقتصاد التحويل والاقتصاد التنافسي هو أساس في الدولة،
واعتقد انه سنصل باذن الله الى ال 150 مليار نعم. في 2030 كما وعدت الدوله وكما وضعت استراتيجيتها من خلال تعظيم النمو وتعظيم الصناعه والاعتماد على المكون المحلي في كل شيء. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشواتفي استاذ الاداره والاستثمار.